الشاي الأسود من المشروبات الشعبية المنتشرة بشكل واسع في العالم، ويمتاز الشاي الأسود بمذاقه الخاص وسهولة تحضيره. ومؤخرا كشف باحثون في سويسرا عن أن تناول الشاي الأسود يعتبر وسيلة فعالة للوقاية والحد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأكد العلماء قدرة الشاي الأسود على الحد من الإصابة بالسكري بعدما حللوا ودرسوا بيانات تخص سكان 50 بلدا بما فيها نمط الحياة وعادات الأكل ونسبة الإصابة بمرض السكري. العلماء أشاروا إلى أن تناول الشاي الأخضر والأبيض يساعد في الوقاية من السكري، لكن الشاي الأسود يتفوق عليهما في ذلك، وقد يكون ذلك راجعا إلى طريقة التخمير والأكسدة التي تدخل في صناعته. كذلك يشير العلماء إلى أن الشاي الأسود يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يؤثر بصورة خاصة في البكتيريا الموجودة بالأمعاء، حيث يساعد على نمو وتكاثر بكتيريا تمنع تراكم الدهون في الجسم،